بكم، نلتقي بعد قليل، ليس بعد عام ولا عامين أو جيل. نلتقي في دقائق عند عصافير الجليل في نشرة وحدت الإعلام اللبناني ضد غزو فلسطين. توقيت هذا اللقاء يقع على زمن متغير، هو العهد الجديد الذي افتتحه رجال غزة بضربات غير مسبوقة وآخر ما امتلكت أيمانهم. 10 جنود إسرائيليين أعلنت القسام قتلهم اليوم، 10 على 13 على 2 على جندي أسير، سيساوي هزيمة لإسرائيل ستدفعها إلى تعديل شروطها في وقف النار، وربما تحصرها بالإفراج عن شاول أرون الذي ستكون حياته في مقابل كل الأسرى الفلسطينيين. لن نقول أكثر، فما ينتظرنا هم أهل فلسطين الذين يحصون شظايا القنابل في جسد طفل نائم. لهم العزة، وغزتهم اليوم أشد من الماء حزنا، والأطفال عند الشاطئ رسائل ستبحر في زجاجة من شاطئ صيدا تخبئ للأولاد حكاية عن مدينة تحمل كل معالم فلسطين. الرسالة مع الزميل رامي الأمين. هؤلاء الأطفال يرمون بأجسادهم في بحر صيدا، يلهون مطمئنين غافلين أن في الجانب الآخر من البحر أطفالاً يموتون على شاطئ غزة. لكن صيدا لا تغفل عن فلسطين. هنا في أسواق المدينة العتيقة تجد فلسطين في كل مكان، وهنا في أقل الإيمان تستطيع أن تعثر دائماً على هدية متواضعة تحاكي فلسطين، كالكوفية التي يسبق وجودها اغتصاب إسرائيل أرضنا المقدسة. صيدا مدينة فلسطينية مثل ما هي مدينة لبنانية، يؤكد بعض أبنائها، وهي تتأثر بما يحدث لغزة اليوم كما تأثرت دائماً بما يحدث لفلسطين عموما. هنا تجد حنظلة، طفل الأعوام 10 الذي اعتمده ناجي العلي توقيعا لرسوماته. بين صيدا وفلسطين أكثر من بحر، لهذا سوف ننتقي مقطعا من قصيدة لمحمود درويش نرسله في البحر إلى غزة، على الأمواج تحمله تحية إلى أطفال تلك المدينة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي. وليست غزة أغنى المدن، وليست أرقى المدن، وليست أكبر المدن، ولكنها تعادل تاريخ أمة، لأنها أشدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته، لأنها كابوسه، لأنها برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات، لأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكثرنا جدارة بالحب. غزة لليوم 15 تحت العدوان تشيع وتقاوم، والاحتلال يتلقى مزيدا من الهزائم.
يبدو أن الدماء التي تجري في عروق الغزيين من أطفال ونساء ورجال كتب عليها أن تكون وديعة في أجسادهم متى طلبتها فلسطين وجدتها في كل استحقاق أو الأصح في كل عدوان إسرائيلي جديد. هذه الأم الفلسطينية لا تطلب من الله سوى إلقاء نظرة الوداع على صغيرها. وهذا أب فلسطيني يسير إلى القبر ليواري ابنه في الثرى. هؤلاء الفلسطينيون لا يمجدون الموت للموت، ولكنهم يؤمنون بأن موتهم هذا هو طريقهم إلى الحياة، هو أحد السبل إلى المقاومة، لأن الإسرائيلي قرر إعادة الهدوء إلى غزة عبر قتل الضوضاء التي يحدثها هؤلاء الأطفال. ولكن ليس الصمود وحده سلاح الغزيين، فهناك رجال المقاومة. هذه سرايا القدس تتصدى لقوة إسرائيلية وتستعمل الأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة الزنة شرق خان يونس، كما تستهدف ناقلة جند بعبوة ناسفة وتقنص جنديا إسرائيليا شرقي غزة. وهذا التجمع للأليات الإسرائيلية لم يكن في مأمن عن 3 صواريخ 107 وقذيفتي هاون شرقي الشجاعية. في شرقية الشجاعية أيضاً كمن رجال القسام لجنود الاحتلال وقتلوا منهم 10. كتائب عز الدين القسام أعلنت إصابتها 26 جندياً إسرائيلياً فجر الاثنين، بينهم 4 في حال خطرة، وبذلك يرتفع عدد المصابين من جيش الاحتلال إلى أكثر من 200 بين قتيل وجريح. لكن جيش الاحتلال اعترف بمقتل 13 جندياً من وحدة جولاني، وهي وحدة النخبة بسلاح المشاة، خلال معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية شرقية مدينة غزة، ليصل إجمالي قتل الجيش الإسرائيلي إلى 18 إضافة إلى مقتل مدنيين آخرين. وشبهت إحدى الصحف هذا اليوم الأسود بحسب تعبيرها بأنه أكثر الأيام دموية على الجيش الإسرائيلي منذ حرب تموز عام 2006. في المقابل أمعن جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين وقصفه أحياء غزة بعدما تلقيه صفعة قوية من المقاومة بأسرها جنديا إسرائيليا. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. وأسفر القصف عن استشهاد 4 أشخاص لترتفع حصيلة الشهداء في الهجمات الإسرائيلية الاثنين إلى 20 شخصا على الأقل. واستهدف الاحتلال سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى إلى مستشفى الشفاء. أعلام العدو زعم في شريط بثه تدمير منزل يأوي مقاومين بحسب قولهم لإشاعات المعنويات بين جنوده، وللغاية ذاتها زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنود قائلا لهم إنه يحظى بدعم عالمي كبير جدا. نحن ننفذ عملية معقدة ومكثفة وعميقة داخل قطاع غزة، وهي تحظى بدعم دولي. هذا الدعم الدولي للعملية التي ينفذها الجيش كبير جدا. وفي الولايات المتحدة سبب تسريب جانب من حوار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لأحد مساعديه في شأن العملية العسكرية في غزة على هامش مقابلة تلفزيونية بإحراج للوزير الذي لم يكن يعلم أن الميكروفون كان مفتوحا وهو يردد يا لها من عملية دقيقة. يجب التوجه إلى هناك، أعتقد أنه يجب التوجه إلى هناك هذه الليلة، من الجنون أن نجلس من دون فعل أي شيء. وفي وقت لاحق علق كيري على هذا التسريب قائلا إن رد فعلي كان مثل رد فعل أي شخص على ما يتعلق بقتل أطفال ومدنيين، لكن الحرب شيء قاس. غزة عاشت الحزن والفرح في يوم واحد. تقرير من القطاع للزميل محمد المدهون. لا تفعل إسرائيل شيئا في هذه الحرب سوى أنها تعيد تذكير الناسين بأصل الحكاية وجوهر الصراع، وهي أنها كيان احتلالي عنصري استئصالي تفعل ذلك، وهي تكرر مشاهد مجازر كنا رأيناها قبل عقود.
ستمر أجيال ولن تدخل ليلة الشجاعية الدامية حيز النسيان. مجزرة فظيعة ارتكبت هنا وما زالت أرقام ضحاياها تتصاعد مع انتشال جثامين مدفونة تحت الأنقاض. 80% من الضحايا تقول وزارة الصحة إنهم من الأطفال والشيوخ والنساء. قذايف والله يا أخو قذايف، شردنا من بيت لبيت، رموا قذايف علينا وإحنا في قلب البيت، وشردنا في البيت الثاني برضك رموا علينا قذايف، دارنا هالت وربنا معنا، بس ربنا اللي معنا. أصيبت مدفعية الاحتلال بالسعار بعد كمين محكم للمقاومة قتل 14 جنديا فلم تجد سوى المدنيين لتوغل في دمهم. كثافة النيران لم تكن مسبوقة، جرت العادة أن تبكي العائلات فقدان أحد أفرادها، أما هنا فيبكي الفرد فقدان عائلته بأكملها. إحنا في حالة هستير يا سيرنا، بنمشي على لحم، والله العظيم بنمشي على لحم في الشوارع، لحم محمص مفتفتينهم يا عالم كلهم، أقسم بالله أطفال 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 ونساء. المشكلة يا عالم لأطفال ونساء، لا هم مقاومين ولا هم شباب، إحنا هنا طلعنا سلمين غلمين، أولادنا ونسواننا وأمياتنا اللي تحت الأنقاض. مستشفى الشفاء تحول إلى ملجأ كبير وصل إليه المئات من مشردي الشجاعية، وقد تركوا خلفهم كل ما يملكون. سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها إسرائيل تركتهم أمام خيارين، إما الموت أو النزوح. في الليل خايفين ومرعوبين، فجأة اليهود قصفوا علينا، عد إحنا هربنا إحنا وأهلينا على المدارس، هلقيت إحنا خايفين نروح على بيوتنا لأنهم رموا مناشير بعد ما نيجي على المدارس، عد إحنا خفنا نروح على الدور، فهيك إحنا مرعوبين لهلقيت. يوم الليل ماشينا حافيين فجأة تحول حزن الناس إلى فرح بالإعلان عن أسر المقاومة جنديا إسرائيليا. نقيض من المشاعر يتقلب على نارها الفلسطينيون في هذه الحرب التي سيصنعون نصرهم فيها بأنفسهم. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. من الجندي الإسرائيلي الذي أسر؟ ومن أصيب في العملية؟ ومن الفلسطيني الذي أعلن الخبر؟ خبر مقتل 13 جنديا إسرائيليا من لواء جولاني في كمين المقاومة شرقي غزة، وعلى الرغم من أهميته لأهل فلسطين ومن يقف معها، كان الحدث إلى أن أعلنت كتائب القسام أسر آخر حيا. هو شاؤول أرون ابن 21، يحمل الرقم العسكري 6092065، مولود في مدينة تل أبيب المحتلة. حساب شاؤول عبر الفيسبوك انقلب صفحة للتعزية، حيث وصفت عائلته وأصدقائه هذا اليوم بأصعب الأيام. ومع إعلان أسر الجندي بدأت صوره تنتشر على مواقع التواصل، إلى أن قررت إدارة فيسبوك إغلاق حسابه بعدما انتشرت صوره الخاصة كلها وبات مدعاة للنكات والتحليلات الطريفة. أما في غزة فالفرحة لم تتوقف عند الاحتفالات، إذ أعلن الباعة فرحتهم على طريقتهم. خبر إعلان الأسر أتى على لسان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، وهو من أشهر شخصيات حركة حماس على الرغم من إخفاء وجهه واسمه، لكن أصبحت صورته المغطاة بكوفية مشهدا اعتياديا على شاشات التلفزيون لدى الإسرائيليين الذين شاهدوه للمرة الأولى بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت عام 2006. أبو عبيدة لا يلتزم قواعد اللياقة السياسية تمكنه هويته المخفية من توزيع التهديد والإخافة، ووفقا للإعلام الفلسطيني فأبو عبيدة هو أحد الأسماء الرائدة في قائمة اغتيالات الجيش الإسرائيلي. يظهر البحث عن اسمه في جوجل أكثر من 2,000,000 نتيجة، وأيضا ما يقارب 50,000 مقطع فيديو في يوتيوب، تتشابه مقاطع الفيديو في طبيعتها ويتميز فيها بلغته الفصحى السليمة. وليفهم العدو ما نقول وليفهمه جيدا، إن هزيمتكم في قطاع غزة تقترب ساعة بعد ساعة. شاؤول أرون صاحب الرقم 6092065، إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية.
هذا الكمين الذي تحدث أبو عبيدة عنه ذو أهمية أخرى، وهي أن غسان عليان الذي يعد أول عربي درزي يقود وحدة جولاني مقاتلة في صفوف جيش الاحتلال أصيب خلاله، وهو الذي كان يقود عملية حي الشجاعية التي استشهد فيها نحو 100 فلسطيني، إلا أنه بحسب تقارير صحفية طلب من أطبائه إعادته إلى غزة من أجل استئناف القتال. ورأت تقارير صحفية أخرى أن إسرائيل اعتمدت في مجزرتها الأخيرة على شخص عربي لتأكيد أن هناك عربا في صفوفها لا يتهاونون مع الفلسطينيين، وقد أثبت عليان هذا أيضا عندما شارك في عدوان تموز على لبنان كقائد لكتيبة روتيم وقد أصيب وقت ذاك أيضا.